الراديو 90 هواها مصر. كمل انت بقى. كمل انت بقى. اشهر جمل الامهات عندنا بيقولوا ايه؟ واحنا اتفقنا كل ام بتسمعنا اقفل الراديو لحد في الاخر، هنظبطكم كلمتين حلوين. بس خلينا نقول انتوا بتقولوا ايه في العادي لاي حد من اولادكم وبناتكم؟ اشهر جمل الامهات، تعالوا نشوف انتوا كتبتوا ايه. يلا على فيسبوك الراديو 90 وعلى اس ام اس 199 وعلى انستغرام الراديو 90 وعلى تويتر كلام علمين الجمعه. اشهر جمل الامهات بتقول ايه؟ احمد ناصر بيقول ماما انا مصدع، ما هو من قاعده على الموبايل. ماما انا عندي برد، ما هو من قاعده على الموبايل. ماما انا بموت، ما هو من قاعده على الزفت الموبايل. مش عارف الامهات بتتعامل مع الموبايل ان هو يعني حرام تقريبا. ركا فوق شويه المعلمين، خليك ورا يونس اللي هينفعك في الامتحانات. ايوه هينفعك. ماما بتقولها لي انت عقلك تعبان وربنا يكملك بعقلك. اسراء يا بنتي، اسراء تربويه المعلمين. ماما بطني وجعاني من الموبايل يا حبيبي، ارحم نفسك. قيس عليه اي مرض يا يونس، يعني الموبايل بيجيب مغص، ده من محمد بس. يوني امي بتقولي الاهتمام ما بيطلبش. الله على ماما. شد قزعه المعلمين. ماما بتقولي هتكبري امتى يا هبله، بطلي تفاهه وعقلي، ما وراكوش غير يونس. يا هو انا بقيت جمله مشتركه في كل التهزيئات ولا ايه يا جدعان؟ دي حبيبه، ده اللي انت فالحه فيه، مش نافعه واللي فاشله ومش هتتجوزي ومحدش هيطيقك وكده. ايه وحيد. اه والله لازم يا جماعه تدونا نيرف كده علشان وانتوا بتحكوا، يعني عشان يعني اكتبوا حطوا لنا سمايل وحاجات وايموشنز علشان نعرف الحاجه وهي بتدينا من المنقي زي ما بيقولوا بتقول ايه وازاي. ناخد تليفون. الو. الو. ايوه صباح الخير. صباح النور. مين معايا؟ عبد الرحمن. ازيك يا عبدو؟ الحمد لله. عبدو ممكن نقفل الراديو اذا سمحت وتسمعني من التليفون؟ حاضر. حاضر حضر لك. طيب يا حبيبي. ايوه قول لي بقى اكتر جمله ماما او اكتر كلمه ماما بتقولها لك ايه؟ بتقول لي ساعات بتقول لي على الكوره، يعني بتقول لي اللي مش هيجيب واللي هيخليك تفشل في المدرسه هي الكوره. وبرده الراديو، وبرده تقول لي يونس برده. طب اكتر يعني ايه الكلمه اللي ماما لما بتحب تضايقك او يعني الكلمه اللي بتحرق دمك من ماما بصراحه؟ يعني يعني الشتيمه بس ينفع نقولها على الهوا. الموبايل. بتشتم وتقول عليه ايه؟ الموبايل بقى كل باجي يعني امسك الموبايل العب فيه، تقول لي يلا قوم ذاكر ما وراكش غير الموبايل. اروح يا دوب يا دوب اقعد شويه في حاله، تقول لي انت كل شويه تقعد تسيب المذاكره، الموبايل اللي هجيب لك وهيسقطك. طب والله ماما جميله، يعني ماما يعني الشتايم عند ماما الموبايل هيسقطك. والله سلامنا لاحلى ماما في الدنيا يا عم، نورنا. 2-18-10-866 ده تليفوننا، كلمونا وقولوا لنا اكتر تهزيق من ماما او جمل ماما الشهيره في عيدها بنفتكرها. طب انا معاك. الو. عبدو الجنرال المصري. جنرال. ازيك يا جنرالنا الجميل؟ اخيرا وصلت، انا بقالي 6 مكالمات اوصل والاتصال يتقطع. يا احنا شرفتنا يا معلم. انا اكتر والله. قول لي بقى كلام الحاجه، كلام ماما. لا اقول لك كلام الحاجه احسن. الحاج ولا الحاجه؟ لا الحاج. طب هي ماما ما بتقولش اي حاجه خالص عشان عيد الام يعني كده؟ ما انا عايش مع بابا. طيب قول لي بابا بيقول ايه؟ اكيد برضو بيتقمص دور ماما احيانا. يا ابني التليفون ده هيدمر لك دماغك. وبص يعني شتايم كده بلاش يقولها على الهواء. لا لا لا، ما حاجات ما ينفعش تتقال، مش لازم يعني. اصل انت طالما قلت بابا يبقى الكلام هيحاسب عليه القانون اللي جاي كله. فاحنا ماما بتبقى يعني كلامها اقل في درجه المشاكل الرقابيه. يعني حروف الكلام بس مش افعال. مفيش. انا قلقت منك. لا انا قلقت منك على فكره، انا قلقت منك قوي بجد. حروف ايه بس؟ بابا بيشتمك بالحروف؟ لا ما تفسرش، مش عايز اعرف ومش لازم. بيسمعنا اطفال يا عم الحاج. ايه يا عم؟ شاطر يا معلم. لا يا حبيبي. بالمناسبه دي كمان وهو هيصحى دلوقتي. طب يلا مع السلامه، اقفل في وشك على طول. في عيد الام، عيدك يا مامتي يا احلى ام في الدنيا. الحاجه بتقول لك ايه؟ ماما بتقول لك ايه؟ مامي بتقول لك ايه بشكل يستفزك؟ هما بيبقى ليهم طريقه والله العظيم يحرقوا دمك من غير ما يعني ما ينفعلوا خالص. الو.
الو يا استاذ احمد. ايوه صباح الفل، مين معايا؟ صباح الفل، معقول ده انا بقى ده انا ليا سنتين بضرب على حضرتك يا حبيبي، شرفتني. انا جورج مع حضرتك. ازيك يا جو؟ ازي سعادتك حبيبي يا جورج، اخبارك ايه؟ انا والله العظيم زي الفل، انت عامل ايه؟ تعطلك، انا كان نفسي اكلمك من فتره على فكره. نورت الدنيا كلها يا جورج. انا حاسس معك في حاجه، ممكن تحت امرك؟ انا كان معايا حاجه لتنشيط السياحه من فتره. فكره يعني؟ مش دي لا مش عميد فكره، دي حاجه جاهزه. طيب جورج خليك معايا، ما تقفلش عشان الكلام ده، لا هسمح لي احولك بقى الاستاذ نوران المعده، هترغي معاك في الموضوع ده كله، علشان طالما حاجه فيها فايده للبلد وحاجه مشروع يبقى محتاج قعده. ماشي. طيب سعادتك انت، انا قالوا لي على مكان حضرتك في حاجه تبع حضرتك في المهندسين. ما هي هتقول لك كل حاجه، ما تقلقش هترتب معايا، بس خليك معايا لو تسمح، ما تقفلش. اوكي طيب خليك معايا. طيب نرجع تاني جورج، اوعى تقفل، نرجع تاني ناخد من عمر علي، بيقول خليكي ورا يونس اللي بيدفع لك دروس بيدفع لك دروس فلوس الدروس. ايه والله، يعني قولها يا ماما، يعني لو عايزه انا ويونس الدين. احمد عنتر بيقول ذاكر يا ابني كلمتين هتسقط زي كل سنه، ده انت كان زمانك في الجامعه يا فاشل. يونس ماما ما بتقولش حاجه، ماما بتبرق بين قوسين، بتصغر لي. طيب لسه بنسأل في كمل انت بقى، اشهر جمل الام اللي بتقولها لنا واحنا بنحتفل بعيد الام. يا ريتك حافظ دروسك زي ما حافظ يونس وحافظ كل حاجة عنه، ده تحافظ اسم ابنه. خد معاك كيس زبالة وانت نازل يا ماما، مفيش زبالة، خد معاك كيس زبالة يا زبالة وانت نازل، ادي دقني لو فلحت بقى تعالى لو فلحت يلا بينا معيش اجيب هدايا يا ماما. لو في ام سمعانا احنا بنحبكم جدا، بس بنهزر معاكم. بنهزر عشان تبقوا تتكلموا عليا. ها عشان تبقوا تتكلموا عليا. الاغنيه المعبره جدا معيش اجيب هدايا يا ماما، بس بنجيب والله في الاخر يعني. الحقيقه جبتوا لماما ايه سريعا كده؟ جبتوا ايه؟ يلا عايز اعرف كده واحنا بندردش مع بعض، اللي جاب يقول جاب ايه، واللي ما جابش يقول مش جاي. عايزين كلنا نجيب. لا يا جماعه، العيد الام هتفضل زلاك عليها سنتين مش هتعدقك، هتفضل كل شويه ما جه عيد الام وما شفناش حاجه. شوف الناس، شوف انشراح جنبنا، شوف ولادها جابوا لها ايه، شوف تويكس. يا ماما هجيب منين يا ماما؟ ماما ما فيش فلوس، انا مالي ما يخصنيش. ما انت زي ما بتصرف على الكروت وزي ما بتصرف وبتصرف، كان زمانك جبت لي حاجه. هي الحكاية يا حبيبي مش في بكام، الفكرة الكونسبت نفسه، هتجيب لي ولا مش هتجيب لي؟ وعلى عموما انا مش عايزة منكو حاجة، ربنا يا اخي ما يحوجني ليكو، ويعني وربنا ياخدني وترتاحوا مني. هداية ايه وبتاع ايه؟ انا ما طلبتش هدايا، كلمة طيبة منكو بتفرق. طب خلاص يا ماما انا هقولك كلمة طيبة. لا يا حبيبي، بعد ايه؟ هو ده اللي بيحصل، هو ده الحوار الوجودي اللي بيبقى داير بين الام واولادها وبناتها. الحقيقه بص يا ماما، نعم يا ابني، انت كنت بتحوشي لي عيديات من ابتدائي. ايوه خليهم لك بقى، وهاتي بيها هديه عند الام وزيتنا في ايدنا. عمده. هجيب لها عبايه هاجر 100 100. والله شاعره اسراء بتقول انا هديتها. والله ايه، في كمان ازازه برفان ومن اسبوع كمان. ماشي أندرو. طب انت جبت ايه يونس؟ جبت موبايل. وقبل ما تفكروا نوعه ايه، لا موبايل اللي هو كده يعني. قالت لي انا ما بفهمش بقى، مش عايزه التاتش والكلام ده، ارحمني بقى بالحاجات دي، انا عايزه موبايل عادي. قلت لها حز الطلب يا ماما، اجيب لك، عايزه ايه طلباتك؟ قالت لي المهم بقى زراير عادي كده، التاتش ده والحاجات دي سخيفه. حسستها ان الموضوع صعب والموضوع مكلف، ورحت جبت موبايل من شارع عبد العزيز الحقيقه. ووهمها انه غالي. زمان سمعاني. لا يا ماما لا ده غالي، انا بصي اصل ده تحفه فنيه، انا رحت متحف وقلت لهم الموبايلات القديمه دي مش لاقيينها، قالوا لي خلاص هنجيب لك حاجه يعني ايه، حاجه معموله استيك، فهنجيبها لك انت مخصوص وهنبعت نجيبها من بره مخصوص، فعشان جت بسبيشال اوردر كده فهي غاليه. استاذ جورج احنا خط قطع يا فندم، يعني معلش يا تدخل على الفيسبوك وتكتب لنا دلوقتي علشان نتواصل معاك، لان احنا خلصنا وجينا نفتح الخط لقينا الخط اتقطع للاسف. طيب ايه كمان من كلام الامهات؟ اطفش واسيب لكم البيت، اسيب لكم البيت ومش هتعرفوا لي طريق، والله ساعتها هتعرفوا امتي، ربنا ياخدني. وبقى اول ما الحاج يجي او بابا يجي من بره، بقول لك ايه، شوف ولادك دول، انا خلاص حطيت صوابعي في الشق منهم، يا كده يعني
طب اعمل ايه انا لسه جاي من الشغل تعبان، وانا مالي ما انا تعبان طول اليوم باكل وبطفح طول اليوم. بقول لك ايه، هسيب لكم البيت وهسيب لك البيت انت شخصيا. هو انت تقولي خلفي خلفي وبعد كده تسيبهم لي؟ حاضر يا حاج، حاضر انا الاثنين. ما تلزقش في التلفزيون كده نظرك هيضيع. يا اخي ما يضيع يا ماما، انا يا ماما يضيع يا ماما. لا ما احنا اللي هنجيب نظارات ونعمل عمليات ومش هنخلص. لا يا حبيبي اقعد ورا، والريموت ما تفضلش تضغط عليه كده خلاص هيبوط، هنغير له البطاريه كل يوم. الرحمه ارحمونا. كركديه بيقول انا جبت لامي الضغط، والكلمه دي دايما بتقولها ليا، منك لله ده انت بارد. تقول ماما تقول اللي هي عايزاه. على فكرة الأمهات سمعاك سمعيني سمع الله، هم يعني يدعوا عليا ويقولوا ان انا بضيع الجيل وبضيع اولادهم، وفي الاخر مش عايزين نرد. لا هرد، سيبوني سيبوني انا اتخورت خلاص. ماما دايما تقولي ما ترتبطيش، خليكي قاعدة كده في ارابيزي، وبنات خالك اصغر منك وتجوزوا. يا اسراء يعني ما بتقولكيش يا اسراء، هي بتقولي حاجة تانية انا عارف طبعا. محدش حاسس بيا. كلمة الأمهات المعتادة من احمد ناصر. اي والله يا ريتك حافظه المنهج زي ما انت حافظه يونس. هو يونس هيحللك في الامتحان. المهم يا يونس اسمك لازم يتقال في الجمله مرتين ثلاثه رايح جاي. التهزيق طبعا انا عارف يعني ده من مين، من يوكا الكلبس بزياده. ماما طلبت يا يونس اعمل لها شنطه بجلد جاموسي ولعبت على لعبت على مواهبي الفنيه، وانا ما عنديش وقت الحقيقه بسبب المشاريع. ساره بنت الالاتي، بص يا ساره يعني تمام 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 تمام. حلمي بيقول مام بتقول لي يا ابني امسك كتاب، الموبايل ده مش هينفعك، اقشر لك برتقان. يا يونس ايه نقدر الناس اللي امهاتها متوفاه. بص انا ابويا متوفي ويوم فما كده مش هنتكلم عن الاب، دي نقره ودي نقره. ايه في كمان، ماما عندي صداع كله من القهوه اللي بتشربيها. ماما عيني بتوجعني كله من القهوه اللي بتشربيها. ماما انا عندي برد. ما هي القهوه بتجيب برد يا بنتي. هايدي تفتكر في كام ام بتسمعك وقاعدين يضحكوا؟ لا هم في امهات بتسمع بس ما بيضحكوش دلوقتي، ما بيضحكوش خالص. اقولك بيعملوا ايه ولا انت عارف؟ انا مش خدامه لاهاليكوا، قومي اغسل المواعين واعمل لي الاكل يلا. دي من نيرو. لا ما سمعتوش الجمله بقى ايه، هو كل واحد يقوم يطفح ويسيب الاكل على السفره؟ ما تشيل اكلك يا اخويا وانت قايم. يا ما اتقالت لي الجمله دي ياما 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 قبل ما بقى اذاعي بقى واعلامي والحاجات دي، دلوقتي خلاص بتفوت لي كتير يعني. امهاتنا دي يا اخي. يونس هيجننك، قوم ذاكر لك كلمتين احسن منه. محمود حركات، هتموتوني ناقص عمري يا جبابره. ماما بتقول لي انا واختي جبتولي الضغط والسكر وهتفقعولي المراره منار. ماما بتقول لي هتفضلي طول عمرك هبله ومتخلفه هاجر مني، وهتطلقي وهترجعي لي. ايوه الكلمه دي لازم تتقال لكل البنات، ما هتطلقي وترجعي لي وهفضل شايله همكوا لحد ما اموت. يا رب خدني. ماما عمرها ما قالت عليك يا يونس ولا كلمة، بابا اللي كان دايما بيقول، بس من ساعة حلقة خيري رمضان وبقى بيحبك قوي. طب أنا عايزه يسمع حلقة النهاردة وهنرجعه للحلقة الأولى إن شاء الله، إن شاء الله خليه يسمع بس. يونس عايزين حتى مس انشراح وهي بتكلم ولادها، لا الأربع الجاي مس انشراح عندها حلقة عشان عيد الأم فاستنوها. حييك في ام بعد حييك انك بتقول الكلام، فعلا احنا بنقول الكلام ده وحسبي الله ونعم الوكيل فيك يا يونس، انت واللي بيسمعوك. الامهات ماذا يقولن للابناء والبنات؟ لو الاكل برد انا مش هسخنه تاني، لو الاكل برد مش هشيله ولا هسخنه تاني، الاكل يتحط تقوموا تطفحوا واحد ورا التاني بالدور كده يعني. والسؤال المعتاد بتاع كل ام، عايزين تاكلوا ايه بكره؟ مش عايز اكل حاجه يا ماما، مش عايز يا ماما لسه متغدي. لا ما انت تقول لي، هو انت انا هقعد استناك لحد ما سيادتك تجوع؟ قول لي عايز تاكل ايه بكره؟ يا ماما انا لسه متغدي. اي حاجه، ما تقوليش اي حاجه، عايزين تاكلوا ايه بكره؟ خليك وراهم، خليك ورا الشله الصايعين اللي بتخرج معاهم كل يوم، هيضيعوك، ما انت ضايع اصلا، ده تلاقيك انت اللي بتضيعهم.
كلام على مين؟ على الراديو 90 مصري برعاية مؤسسة مصر الخير. يلا بينا. هتفضل طول حياتك عايش على الموبايل، مفيش مذاكره، مفيش اي حاجه، ايه اللي هينتقم منك يا شيخ؟ خليك قاعد على الموبايل لحد ما نظرك يضيع. ده يوسف شاهين، انت مش نافعه، خليك ورا يونس والاغاني والتلفزيون. ويونس حلو، حلو يونس. انا حلو طبعا. الله، مش حلو ولا ايه؟ احمد كينج المعلمين، ماما ما بتقوليش غير يا موكوس وكسا يو كسو، هو موكوس يعني اتحط عليه من الاخر كده يعني. انت يا زفت، 100 مره اقول على هدومك، امتى هتشيل مسؤوليه نفسك بقى؟ انا مش عايشه لك طول العمر. يوسف احمد، ربنا يخليها يا عم وتفضل معاك كده ومنوره حياتك. انت يا زفته، حسنا انا هشتم، انت يا زفته، سيب الزفت اللي في ايدك يا فاشله، ابقى قابليني الفلاحتي. يا عبد الله، عبد اللطيف غفار، سيب لكم البيت وهمشي ومحدش يجي ورايا. حسن، طب يا ماما هتروحي فين؟ لا ما انا مش رايح، انا قاعد، انا مش رايح، انا حر. بقى لنا كتير يا يونس ما هزرناش في المواضيع زي النهارده، وحشتنا المواضيع. اديني جيت لك يا باشا، بس ربنا يستر من تبعيات الحلقه. يا ماما يونس راح فرح ناس من المعلمين. ماما قال يعني هيجي فرحك. طب اديكي بقى رد تاني من ماما. راح فرح حد من المعلمين وانت عندك امل انك هتتجوزي؟ خليكي قاعده. هي الام لازم تدي اللي والحاجات بقى، الاصوات بتاعت الامهات الجميله دي. طبعا بتروح الجامعه علشان تتفسح مع البنات ومفيش كتاب بيتفتح. انا عارفه، انا عارفه كويس، منه لله اللي اخترع التليفون، الموبايل على الفيس بتاعكو. بطل سجاير يا صايع على اصحابك اللي انت ماشي معاهم. ما انا الخدامه اللي ابوكو جابها لكم علشان تغسل وتنشر وتمسح وتنشر. ده احمد عواد الحقيقه، وده اشهر الاقوال للام. قومي اغسلي المواعين. حاضر يا ماما. يا بنت بقول لك قومي اغسلي المواعين يا بنت، خليكي انت قاعده تسمعيه هيضيعك. انا اللي بتشتم دايما، مش عايزين ننتقم. اله العفاريت اللي بيحكيها لكم كل يوم تطلع لكم يا اخي وانتوا نايمين، جت كنيله عليكم وعليه في ساعه واحده. هنا حبايب يا مصطفى، يعني هو لما كان قدوكوا كان بيقعد كده جاي جنب الراديو بيسمع، ده بيضحك عليكوا يا عبيطه، كان زمانه بيذاكر وبيعمل كل حاجه، لكن دلوقتي هو اللي بيضيعكوا. شوفوا نظريه الام، شوف جابت لفه اللفه منين، جابتني وانا في ثانوي وفي كليات بعمل ايه. لا يا تعنت، الحقيقه انا ما كنتش بذاكر خالص عشان ما بقاش كذاب، يعني هم عارفين الحقيقه. هو يونس اللي هينفعك لما تسقطي، ومن شويه بقى نامي يا كذا، وسيبك من الزفت يونس اللي بتسمعيه. معلش يا يونس بقى، ندى مبتسمه المعلمين. لا يا ندى، ولا يهمك ولا يهمك، قولي 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 قولي، احنا في لحظه اعترافات وصراحه الحقيقه. يا ريت يا اخويا تحفظ الدروس زي ما بتحفظ القصص بتاعت احمد يونس، ولما جبت الكتاب بتاعك قالت لي يا ريت يا اخويا تقرا كتاب المدرسه زي ما بتقرا الكتاب بتاعه. انفع ام قولوا يا جدت. ايهاب بتقول بكره هتعمل ايه في معز لما تكبر؟ لا مش، ما هو بصوا يا جماعه، لا لا خالص، مش هقول الكلام ده خالص، هشوف لغه جديده، لغه حوار وتواصل فكري وعقلي. الواد بيضربني يا جدعان من دلوقتي، اقول ايه؟ ده انا ما اقدرش افتح بقي. مخلفه واحده هبله ومتخلفه جاتك واكسه، انت مش نافعه في حاجه خالص، دي امنيه. ده غير انها بتحبك يا يونس وبتموت فيك، عارف والله من غير ما تحلفوا يا جماعه، عارف. بصوا دي مش عارفه اقراها، جاتك لهوه غوري، هو انا بقول لك، هو انا بقول لك هاتي بقشيش، وانا بقول لك هات بقى، جاتك لهوه غور، هو انا بقول لك هات بقشيش، ده انا مصروفي يا يونس 5 جنيه اجيب بيهم ايه؟ احمد معلش، حوش يا احمد وهات. احمد اشتري، اشتري الرضا يا احمد، هتنون الرضا بس ديت عيد الام. ميمو بيقول اصلا الخدامه اللي ابوكوا جابها لكم، هقول لكم ايه؟ اي والله، اي والله الام يعني بتعاني معانا الحقيقه. ده من على فيسبوك لسه برضو، صفحتنا راديو 90، وبنشوف معلمين الفيسبوك بيقولوا ايه فيما يخص الامهات، بتقول لنا ايه. هتفضلي متخلفه عقليا، ده كلام مامة هدير ليها، هدير سمير. يا ابني روح ذاكر، يا ابني روح هات الخضار من السوق، خد الزباله وانت نازل. محمد خالد يخرب بيتك في التقمص يا يونس، مأساة. يا باشا ولا مأساة ولا حاجة، احنا كلنا شاربين من نفس الكاس. هسيب لكم البيت واطفش عشان ترتاحوا. ده عبد وضيف. يلا بينا، لسه برضو واخدين كلام منين؟ جبتولي المرارة، ناويين على ايه تاني؟
قومي يا اختي شوفي مذاكرتك. ايوه عارفين الام بقى قومي يا اختي قومي يا اخويا والحاجات دي بقى، ليه تحس ان احنا ند لبعض وواقفين لبعض على الوحده. اصلا انا ما خلفتش رجاله يا امينه. محمد جمال. لا يا استاذ سيد. لا يا استاذ سيد. لا يا امينه على بيت امك. انا نفسي اعرف انت قاعده مع يونس في البيت عارفه موزه وابو موزه وام موزه، انت قاعده يا اختي معاهم في البيت. ده كلام ساره مامتها بتقول لها الكلام ده. سيب الزفت يا زفته. يونس مين يا اختي اللي طلع لنا بيه؟ ايه يعني يطلع مين؟ يويو زيزو. هو انا كلامي ما بيتسمعش ليه؟ هو انا لازم اقول الكلمه 100 مره؟ الام لما تقول الجمله دي اعرف ان في علقه جايه وراها منها بقى من الحج من مكان ما تيجي. كمل انت بقى. واشهر جمل بتقولها الام المصريه والام العربيه بتقول لك ايه الجمل بتاعتها اللي فيها يعني عارف يعني بتقتلك بجمله بنظره كده على المشي؟ هو انا قعدلكوا على تل فلوس؟ انت فاكرني يا ابني بنلاقي الفلوس في الشارع يا ابني؟ ما تحس بينا يا ابني وخلي عندك دم. هو ابوك لاقي ايه؟ ما ترحم نفسك شويه وترحم اللي جابوك. بص هقولك حاجه، انا ماليش دعوه التانيين بيعملوا ايه، خليك في نفسك، انا ليه دعوه بيك انت، وما تجيبليش سيرتهم، دول فشله زيك. ده من كلام الام. انا مش عايزه هديه، نجاحك هو هديتي وانك تسمع كلامي. بس امي بتقول لي الكلام ده كتير جدا وبتقول لي ايه، انا لو قعدت عليك هبططك. ربنا يخليها لك يا واد. ابوك جاي الحق نفسك هتروح في الرجلين. ايوه ده كلام الامهات برضو. عايز اهدي اغنيه يا ست الستات لعسيلي لبنتي نور بمناسبه زفاف مش يعني تمام حاضر. هو زفاف بنت حضرتك تمام. ايه الاخبار في اللي احنا بنقوله؟ كله كويس ولا ايه؟ اسف. في كمان امي ذاكري لي الكلمتين. يونس مش هينفعك يا بوكوسه. دي مين بقى اللي بعتت من تليفون اخره 893؟ اقول لكم قمه التناقض، قمه التناقض باللي بيحصل دلوقتي واللي هنختم بيه النهارده في كان يا مكان. من اقوال الام الماثوره يشفي الكلاب ويضرك يا اخي دبيسو. والله ما انا متكلمه ومش هرد عليك، كلامي بقى لما ابوك يجي ولما يديك بقى بالاقلام والشلالي. هنشوف بقى هتعمل ايه. تحس الام يا اخي في يعني بيبقى بينتابها لحظات كده من الساديه. عايزه تشوفك وانت بتتعجن وانت بابا بيفرمك. والله والله بس بصراحه احنا بنبقى سخفه قوي يعني، فهي بتبقى يعني شايله يا عيني كتير ومش قادره. فخلاص بقى انا بقى هوريكم. النهارده عملت مفاجاه وبعت لماما صورتها في برنامج واتعرضت على التلفزيون وكانت مبسوطه قوي. ايمان 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 بترمي ارضيه عشان خايفه تتكلم. ايمان الشامي. ماشي ايمان ابعت لنا صورتها ونعرضها في الراديو برضو، ولا يهمك خالص احنا موجودين. ولا تخلي يا ماما مسافرين عايز اسافر معاهم، ملناش دعوه بحد يا ماما. ولاد عمي يا ماما بقول لك ملناش دعوه بحد، احنا من امتى بنقارن نفسنا بحد؟ طيب مرة تانية ماما بقى اللي بتتكلم. شايف ولاد عمك بيذاكروا ازاي؟ شايف عم بيعاملوا ابوهم وامهم ازاي؟ شايف العيال المؤدبة المحترمة المتربية؟ الله يا ماما مش كان ملناش دعوة بحد برضو. ده احمد ناصر. احمد انت النهارده نجم والله العظيم، احمد نجم اليوم النهارده. قومي ذاكري خلي عندك دم، مفيش احساس بالمسؤولية يا جاكو. رميم. الو 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 نقول الو حول. طيب كلمونا يا معلمين على 2-13-10-8-6-6 وبلاش الصمت الرهيب اللي هيخليكوا لينا. الو الو ايوه صباح الخير. صباح الفل. مين معانا؟ انا هدى خشاف المعلمين. ازيك يا هدى؟ ازيك الخشاف قرب بكل روايحه الحلوه.
اتحفينا بقى يا هدى يلا. لا اتحفينا. بص هو كان ايه بقى، ماما تقعد تقول كلام كتير كتير كتير، وبعد كده تقول لي ايه، بصي انا مش هتكلم، انا تعبت من الكلام اصلا معاكي، انت الكلام معاكي مش نافع. بعد ما تقول مثلا لمده ساعتين ثلاثه كلام، تقعد بقى تدي ممكن اليوم كله اساسا، وفي الاخر خالص بقى لما تحس ان الموضوع بدا يبدا إيه بتعب بقى شويه كده، تحس ان ايه، لا 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 انا مش هتكلم خلاص، انا تعبت بيا. عارفه بتبقى عامله زي ايه؟ عارفه لما نقعد ننم وفي الاخر ايه، ملناش دعوه، ده الخلق للخالق، انا يجعل لهم ذنب عليا، انا ما بحبش اتكلم على حد. جبتي الماما ايه بقى؟ لسه بقى لسه العقاب كمان. ايه نوعيه عقاب ماما؟ ده غير الشبشب ان ده الطبيعي. الشبشب ده هو ده السلاح الامهات. لا كلها. ده الطبيعي. في بقى عارف انت قرصه لولبيه خذ عمليه، قرصه اللبليب، قرصه اللبليب منها القرصه. اللبليب دي ربة اجيال، اللي ما اتقرصش من لبليبه من امه يبقى حاله يغمه. لا لا ده قرصه فظيعه. جبت لها ايه بعد كل ده بقى؟ يا يونس كفايه احنا عليها. يا خبر اسود، لا لازم نجيب هديه. لا مش بعد ده كله هنجيب، بس احنا نمينا عليهم كتير قوي، فنجيب لهم حاجه نعوضهم على النميمه. لا لسه فاضل 3 ايام بس، هنجيب احنا. بتفكري في ايه؟ بتفكري في شعر، ايه طقم توابل مثلا؟ ما هو في حاجات معينه كده لكل الاطفال بتجيبها. جهزها من جديد معايا. لما كنت اجيب لماما حاجه مثلا في المطبخ تقول لي يا ابني هو انت فاكرني داخله اتجوز؟ ايه اللي انت جايبه ده؟ لا يا ماما السجاده يا حبيبي، انا خلاص اتجوزت وخلفت شحطه. ايوه انا فات علينا المواضيع دي خلاص بقى، خلصت. ما انا مش عارف بعد كده هي تجيب لي. ما هو يعني هي الحقيقه كتر خيرها انها جابتنا الحقيقه، كفايه عليها. عملت الواجب بزياده. نورتينا. ممكن اسلم على اصحابي؟ يلا بينا. وليد برنس المعلمين، وميدو محسن المعلمين، ودعاء كبيره المعلمين، دي مامتي. احلى سلام وتحيه. ومين تاني؟ وشطرنجاوي المعلمين. اوكي. وحنوت. ماشي. وايمان معلمه المعلمين. نورتينا يا هدى، شكرا. الام مدرسه عليها شويه جمل محدش يعرف يقولها غيرها. الو الو الو. ايوه صباح الخير. صباح النور. صباح العسل. مين معايا؟ معاك مصطفى. يلا يا مصطفى ادينا جمل ماما. هي حقائق علميه غريبه الصراحه. يلا سمعنا. يعني مثلا اللي بقول لك لو ما نمتش دلوقتي هيطلع لك برج مسلوخه، صاد المحروقه، كلام غريب كده. الشمامه. ايوه. انا فضلت اعمل عليها بحث لما كبرت عشان اشوف ايه الشمامه اللي كانت امي بتهددني بيها. حاجات غريبه. طب ايه بقى كلام المذاكره، كلام اللي بيوجع بتاع ماما لما تحبك تذاكر تقول لك ايه؟ مش تفلح، بتفتح قبر. كلام غريب كده. وعرفت برضه انا مش قاعد على بنك لما كنت منها طول. نعم؟ مش قاعد على بنك لما كنت منها فلوس. ايوه ايوه. طيب جبت هديه ايه بعد كل التهزيق اللي بتتهزقه زي حالتنا كده؟ المشكله دلوقتي لسه ما جبتش هديه، عندي مشكله. ايه هي؟ ادي ام 21 وعيد ميلادها 23. يعني يا ابني. بص طب اديك مشكله اكبر بقى عشان 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 اللي يشوف باله يتغيره او مشكله غيره. انا بص عيد الام 21/3، فانا مراتي بقت ام، وعندي عيد ميلاد مراتي في شهر 4، وعيد جوازنا في شهر 4. انا عايز اعرف اعمل ايه. بص انا هقول لك، انا وعدتها بحاجه ان احنا في عيد 6 اكتوبر ممكن نجيب كل حاجه مره واحده. لا وهي جايبه لي في عيد ميلادي هديه غاليه. لا لسه ما بقيتيش ام يعني، لسه يعني معز ده يعني كائن لسه ما بقاش ابن مكتمل. شكرا نورتني. طيب في كمان انا بستلف منها فلوس هدايا. ايه استلفوهات يا محمد يا جمال. امي عليها زغده. لا صحيح ايه الشمامه دي؟ بص انا فضلت طول عمري يتقال لي لو ما غسلتش ايديك قبل ما تنام الشمامه هتشمك، ففضلت ادور على يعني وانا صغير طبعا ما كنتش بعرف، يعني انا عارف ان في وحش بيهجم، والله ممكن نعمل قصه رعب الشمامه، شمامه الجحيم، فكنت بدور على الشمامه يعني متخيل انا طفل حاجه كده بتمشي بقى على رجلين وعباره عن مناخير كبيره جدا وباقي جسمها هلامي زي الجيلي كده وماشيه والمناخير بتاعتها عماله تشمشم فيا. فده لما غسلتش ايديك قبل ما تنام. لما كبرت بقى يعني بدات ادرك ان 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 الوحش ده كانت كل الامهات في اتفاق ضمني بينهم ان هم يهددوا الاولاد بالشمامه.
شوف يعني الأمهات عندها طاقة إيجابية وشكل يعني من التنمية البشرية، إنها عايزة تخليك تغسل إيديك فتهددك بالوحوش، عايزة تخليك تذاكر فتقولك هتفشل، عايزك تخليك أحسن واحد وهتصلي فتهددك بالنار. فهي الأم كده عندها الدنيا في الفل الحقيقة. خلصنا كمل انت بقى. بس كان عادة لازم نقول الكلام اللي بجد بقى، الكلام الحلو. الكلام الحلو ان مهما عملته فينا مضطرين الكلام بيبقى من وراء قلبنا زي ما بنقول. مهما عملتي، مهما زعقتي، مهما هزقتي، هتفضلي قدرنا. هنقول ايه بقى؟ مضطرين. حتى مش عارف اقول كلمتين عدين يا جدعان. ايه تاني؟ نبدأ بالاول. نقول كده، مهما عملتي، مهما قلتي، مهما هزقتي، مهما ضربتي، مهما قومتي، مهما سخنتي، هتفضلي احلى حاجه في الدنيا. هتفضل الام هي احلى حاجه في حياه كل واحد. هتفضل الام هي سر الخير اللي في حياه كل واحد. بنحبها كده بطيبتها وحنيتها، بقلبتها علينا، بتهزئها لينا، بكل حاجه، عشان هي احلى حاجه كده ربنا خلقها لينا، هي الام. كل واحد ام عايشه، حافظ عليها، خلي بالك منها، هزر معاها، اقلش عليها زي ما احنا بنقلش. ولكن في الاول في الاخر انت لا شيء وانا لا شيء وانت لا شيء بدونها. فرحها ولو بكلمه ولو بحاجه بسيطه ولو حتى بهزار زي اللي بنهزره ده، لان هي فرحتها دنيا وحياه بسببك انت. وكل واحد فقد والدته، استغل الايام دي في انك تبرها بعد وفاتها، استغل الايام دي في انك تصلها. ممكن تصلها على فكرة، ان انت تدعي لها، انك تخرج صدقة على روحها، انك ما اعرفش الواحد. انا هقول لكم حاجة، انا ساعات بروح عند المقابر كده واقعد اكلم مع والدي. فانا ما بقولكش اعمل كده لانه وارد اللي بعمله ده غلط يعني، ولكن انا بقولك هيوصل لها العمل الطيب اللي انت هتعمله ان شاء الله. زور حبايبها، زور الناس اللي بيحبوها، كل واحدة أو حد من اللي كانوا مقربات ليها اتصل بيها في عيد الأم وقول لها كل سنة وانتي طيبة يا ماما، بنحبك يا أمها، بنحبكم يا أمهاتنا وما نستغناش عنكم، وبرغم كل سخافتنا وقلة ذوقنا، ولكن احنا عارفين ان انتوا متحملينها. كل سنة وكل أم طيبة، كل سنة وكل أم جميلة، كل سنة وكل أم نور في حياة كل واحد فينا، كل سنة وكل أم الحياة من غيرها ما تسواش، برغم كل اللي هنقوله وباللي بنقوله وخناقاتنا وزعلنا ومضايقتنا ليكي وتحملك لينا، ولكن بنحبكم يعني، انتوا كل حاجة. كل سنة وكل أم يا رب بخير وسعيدة وجميلة. نقلب على الوش التاني زي ما قلنا، والشوية اللي جايين دول لإسعاد كل أم. كل سنة وكل أم طيب.